صباح خير. فوائد البيض المسلوق، وامتى البيض يكون مفيد جدا، ومتى يكون البيض ضارا، ومريض الكوليسترول ياكل بيض ولا ما ياكلش بيض؟ اسئلة كتيرة جدا. لو انت مهتم بفوائد البيض وبتحب البيض وبالذات البيض المسلوق، تابع معانا الفيديو. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور مجدي المنقبات، اخوكم بكالوريوس طب عين شمس 91، ماجستير من المانيا 99. عايز اشكركم جدا على نشر الفيديوهات وعلى نشر المعرفه الطبيه، واتمنى الفيديو ده يعجب. وادخل على طول في موضوع فوائد البيض. حقيقه ان فوائد البيض المسلوق عديده جدا، وهناخدهم واحده واحده زي ما اتعودتوا معانا في القناه كده على البساطه. اول فايده ان هو غذاء كامل متكامل. يعد البيض المسلوق من أفضل وأسهل الوجبات الخفيفة لكل الناس حتى الأطفال، وأغناها بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم. يعني البيضة دي هتبقى فرخة في يوم من الأيام، فربنا حاطط فيها كل حاجة تقريبا، كل ما يحتاجه جسم هذه الفرخة، وكذلك يحتاج أغلبه جسم الإنسان. فهي مليانة مثلا من فيتامين ألف، فيتامين بي 6، فيتامين بي 12، وفيتامين بي 2، وكمان فيتامين كي، ومعادن بقى ما تعدش، فيها كالسيوم وزنك وسيلينيوم واوميجا 3. نمره 2، البيض والدم. البيض بيقلل من فرصه حدوث فقر الدم او الانيميا، يعني نقص خلايا الدم الحمراء او الهيموجلوبين. ليه؟ لانه مليان من بي 12. فيتامين بي 12 اساسي في تركيب وتكوين خلايا الدم الحمراء، فبندي كمان البيض وبننصح بيه دايما مرضى الانيميا. نمره 3، البيض والمراه الحامل. البيض بيحافظ على صحه الجنين، لان في نسبه عاليه من الكالسيوم اللي بيحافظ على قوه العظام والمفاصل والاظافر والشعر، كمان غني بالبروتين اللي مفيد انه بيبني خلايا الجنين، وفي فوليك اسيد اللي بيمنع التشوهات الخلقية. نمرة 4، البيض والجهاز العصبي. البيض من أحسن الحاجات اللي تحسن من صحة الدماغ، التهابات الدماغ، وبتقلل من مرض الزهايمر. لو كلت بيض ده نوع من الوقاية من الزهايمر. كمان صفار البيض بالذات مصدر غني للأحماض الأمينية والأوميجا 3 اللي مفيدة للجسم والدماغ. نمرة 5، البيض وصحة العظام. البيض مليان كالسيوم لسه قايلينها في الجنين، بيكثف من أنسجة العظام ويقوي من تلاحمها، وبيعالج مشكلة ترقرق العظام أو هشاشة العظام أو ضعفها وفرصة تعرضها للكسور. اللي عنده هشاشة ياكل بيض ويدعيلي. نمرة 6، البيض وصحة المرأة من حيث الجلد والشعر والأظافر. البيض المسلوق بالذات مليان مضادات أكسدة، فده بيحافظ على صحة الجلد والشعر، وفي أسماء لمضادات الأكسدة مش عايز أدوشكم بيها. نمرة 7، البيض والجهاز العضلي. الجماعة بتوع كمال الأجسام بياكلوا بيض كتير، ليه؟ عشان مليان بروتين ومليان سيلينيوم ومليان مضادات أكسدة، فبيحافظ على سلامة العضلات ويقوي كمان من العضلات. نمرة 8، مهمة جدا وعملنا عليها حلقة بالتفصيل هتظهر في آخر الفيديو، تنظيم الكوليسترول. البيض المسلوق وبالذات بياض البيض وليس صفاره، ده غني جدا بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة، الدهون الصحية اللي الجسم محتاجها. وليه وظيفة تانية، انه بيقلل كمان من الكوليسترول الضار، يعني بيزود الكوليسترول النافع ويقلل الكوليسترول الضار. ومع ذلك في بعض الملاحظات لمرضى الكوليسترول هقولها دلوقتي في الأضرار. ويقلل من خطر الإصابة بجلطات وأمراض القلب، لأنه بيقلل من الكوليسترول الضار. نمرة 9، البيض يساعد في التخسيس والدايت. الناس بتوع الرجيم دايما يقول لك كل بيض، ليه؟ هو صحيح فيه سعرات عالية، فبيعمل إحساس بالشبع، فبتاكلش كتير بعد ما تاكل بيض، ولذلك يستخدم البيض في الدايت، كمان مليان بروتين ونسبة كربوهيدرات قليلة. نمرة 10، إن البيض مفيد للعين. ليه؟ لأن في مادة اسمها الليوتين، ودي اتكلمنا عليها قبل كده، دي بتمنع الضمور البقعي وتحد من خطر عتمة العدسة بتاعت العين اللي هي المية البيضة، وكمان مليان مضادات أكسدة بيقوي الشبكية ويحمي العين من أضرار الجذور الحرة ومن الأشعة الفوق بنفسجية بتاعت الشمس. طيب نيجي بقى لموضوع أضرار البيض.
اول ضرر واهم ضرر للبيض الحساسيه. كلنا جربنا ان بعض الاطفال لو كل بيض يحصل عنده رشح بعدها بمده سريعه او حتى ممكن ياخد كام ساعه، وممكن في ساعه الاكل البيض يبقى قيء وساعتها بنوقف البيض. نمره 2، ودي البيض المسلوق بريء منها تماما، ان هي انه ممكن يحصل بكتيريا او عدوى سالمونيلا. عشان كده بننصح الناس اللي بتقلي البيض ان هي ايه تعمل له تقليب كتير جدا. وفي المانيا انا شفت يقعدوا يقلبوا ويشوحوا البيض كتير قوي 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 عشان كل البكتيريا تموت وتحصل سالمونيلا. في عالمنا العربي لازم نغسل البيضه، وكمان اي بيضه، وانت طبعا ستات بيوت اللي بيشوفوني وعارفين ما تبقاش البيضه مشقوقه مكسره، لان ممكن يكون دخلها فعلا البكتيريا، بالذات ان الجو العام في وطننا العربي فيه نسبه بكتيريا كبيره. اخر حاجه والنقطه اللي انتم مستنيينها، الكوليسترول. الحقيقه بيض الدجاج ده مصدر كويس قوي للبروتين، وده احنا بننصح دايما مرضى الكوليسترول انه ما ياكلوش دهون وياكلوا بروتين، لكن في نسبه مرتفعه من الكوليسترول الطبيعي. ولكن الكوليسترول البيض، بياض البيض، لا يرفع مستويات الكوليسترول في الدم. اصل مستويات الكوليسترول في الدم دي ليها اتنين مصادر، 15% منهم اكل و85% اللي الجسم بيبنيه. فهو البيض بيقلل من فرصة بناء الكوليسترول من 85%، وبيدخل نسبة كوليسترول جيد في بياض البيض تماما. والبيض الاصفر بقى او صفار البيض هو ده المشكلة اللي ممكن تزود معنا نسبة الكوليسترول الضار. علشان كده مرضى القلب او الناس اللي عاملة عمليات في القلب كوليسترول عالي قوي، بنقول له كل بيضه في اليوم، ولو اكتر من كده كل البياضه بس، ما تاكلش الصفار. فلو انت بتحب البيض وخايف من موضوع الكوليسترول، كل بيضه واحده في اليوم لو الكوليسترول بتاعك في الدم عالي طبعا الاحسن تعمل تحليل. السعرات الحراريه بقى، بيضه واحده فيها 71 سعر حراري و6 جرام بروتين و5 جرام دهون. هتقول لي طب ده كده بقى سعرات حراريه عاليه، ومرضى السكر ياكلوا بيض وهما مطمنين لان سعراته الحراريه وان كانت موجوده لكن المعامل الجلايسيمي بتاعه واطي جدا. ما تنسوش تاكلوا البيض مع خضار وفاكهه علشان يحصل امتصاص للبروتين بتاعه بطريقه جميله. بلاش البيض مع السوسي والبيض مع السجق والكلام ده، خلوا البيض يبقى مع خضار وفاكهه، يعني مثلا مع صلصه خضراء مع جرجير وهكذا. على فكره الفيتامينات، البيض تقريبا فيه كل الفيتامينات ما عدا فيتامين سي. فلو اكلته مع سلطه خضراء يبقى انت كده خدت كل الفيتامينات. يعني لو اكلته مثلا بجرجير او بفلفل او بقدونس دول فيهم فيتامين سي، بالاضافه لكل الفيتامينات اللي موجوده في البيض اللي قلناها في الاول، يبقى انت كده خدت قيمه غذائيه كامله. دي كانت فكره عن فوائد واضرار البيض. اتمنى يكون الموضوع مفيد ليكم. مستني اسئلتكم ولايكاتكم. ما تنسوش عندنا خاصيات لتشجيع القناه زي تشكرات او غيره، لكن اهم حاجه عندي ابعت الفيديو لاصحابك وما تنساش تعمل لايك عشان تشجع القناة. مستني اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب ببساطة.